بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة التعليمية، يعني ما أود أن أفعله الآن هو أنني وضعت باللغة العربية فقرة ووضعت ترجمة حرفية لها بالإنجليزية. فكلمة ترجمة حرفية لا تعني بأن يكون في هناك أخطاء بالقواعد أو الكلمات، لا، يعني هي نفسها لكن دون مراعاة قضية الجمل، فنجد أن الجملة طويلة جدا كما نرى، run on sentence. فما سأفعله الآن، أولا أنني وضعت نص بديل. النص البديل هو أن نضع النص البديل بأنه نقسمها إلى جمل في هذه الفقرة بالذات. يعني أنا بتركها لكم من أجل المراجعة والاطلاع وإبداء الرأي إذا حابين. فإذا وضعت فواصل بين الجمل لكي تكون عدة جمل بدل من تكون جملة واحدة. في الترجمة الأولى الحرفية هناك جملة واحدة وهي غير مقبولة باللغة الإنجليزية من ناحية العملاء، ما بقول أولا هي قواعديا صحيحة. النص البديل أنا غيرته بطريقة اللي فكرت فيها أنه ممكن تكون قريبة إلى قواعد اللغة الإنجليزية كتير. اللي بيتابعوا حلقات الترجمة التعليمية بيعرفوا شو بقصد النص البديل. فالحلقة التدريبية الأولى أن تنتهي ب 18 كانون الثاني 2021. الآن سوف أترجم، وترجم كل جملة لحالها. يعني عندما تنتهي الجملة بنقطة نترجم the management science is one of the relatively new human and social sciences full stop. الآن defining management faced several difficulties in interpretation. Full stop. The reason is that its definitions vary from one researcher to another. Depending on the perspectives he takes and areas he focuses on. الآن ما سأفعله هو أن أقدم بدائل لكل جملة، مع الانتباه بأنني يعني أفكر بأن علاقة مفهوم الإدارة هي ليست بالطريقة التي ترجمتها صراحة. هذا التعليق الصوتي يأتي بعد التسجيل الفيديو. الآن انتبهت أنه هو concept مكتوب وليس definition، لكنني على أي حال سأستمر بالعرض مع الانتباه إلى أن يعني أنه لابد من تغيير الترجمة. طيب، يعني هذه الآن الفقرة وضعتها في جمل. المطلوب من الآن أن أنظر في كل فكرة في كل جملة، ما الفكرة التي تحملها، وأحاول صياغتها بعدة طرق وليس بطريقة واحدة. فعندها يعني نريد أن نسأل، طيب أي واحدة من هذه الصياغ الفيرجنز يعني ستكون مناسبة؟ وأترك ذلك لكم بالتعليق. طبعا سوف ننتبه إلى أن رقم 2 يعني لم تكن دقيقة صراحة، لأني الآن أفكر بأنه القصد بالعربي بالإنجليز بالعربية كان عن موضوع الكونسبت وليس عن موضوع الديفنيشن، لكن لا بأس، يعني عبارة عن تمارين. ويعني سوف أقدم لكم عدة تمارين، نأتي بفقرة ونقسمها إلى أجزاء باستخدام مبدأ أو نظرية أو فرضية النص البديل. بعد ذلك نأخذ كل جملة تمثل وحدة واحدة، تمثل فكرة واحدة لا تتجزأ. هذه الفكرة نأخذها ثم نعيد صياغتها باللغة الإنجليزية بطريقة صحيحة. الآن هذه الجمل أصبحت جاهزة. الآن تعالوا نسمعها صوتيا ونرى ماذا لدينا. 1. The management science is one of the relatively new human and social sciences. A. Management is a relatively new field of the humanities and social sciences. B. Management science is a modern human and social science. C. Management science is a relatively recent field of human and social sciences. 2.
Defining management has faced several difficulties in interpretation. A. Management is a concept that has encountered difficulty in its interpretation. B. There has been some difficulty in interpreting the concept of management. C. Management has come into serious difficulty in its interpretation. D. The concept of management has become a subject of much discussion in terms of its interpretation. 3. The reason is that its definitions vary from one researcher to another, depending on the perspective he takes and areas he focuses on. A. The reason for this is that its definitions vary from researcher to researcher depending on one's point of view. B. This is because its definition differs from one researcher to another depending on the point of view they adopt and the aspects they concentrate on. Its definition varies from one researcher to another depending on the viewpoint they take. هذا ما لدي أترك المجال لكم إذا بتحبوا تشاركوا برأيكم في هذه الجمل. نلقاكم في الحلقة القادمة.